دايرة حياة الإنسان بتتكون من أوكي أنا اتولدت، أنا هفضل قاعد كام سنة ما بعملش أي حاجة في الدنيا عشان أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة لوحدي. بعد كده بتدخل المدرسة، بتدخل الجامعة، وبوم بتنضم إلى القوة العاملة. أوكي ده الطريق اللي 99.9999% من العالم بيمشي فيه، عشان أنت لازم في وقت أو آخر تشتغل، ده هو مصيرك في الحياة أن أنت تشتغل. فأيوة ممكن إحنا نقعد نتكلم بشكل فلسفي عنه، هو إحنا ليه بنشتغل أساسا، وليه خلاص العالم كله ضحك علينا أن إحنا لازم غصب عننا نشتغل. مش وقته، خلينا نتكلم بشكل حقيقي عن الشغل، لأن كلنا بنشتغل وكلنا هيجي لنا يوم ولازم نشتغل. أنا مرة واحدة رحت ملاحظ كده ان انا بقالي فترة طويلة جدا شغال لنفسي، انا اعتبر فريلانسر، الشخص اللي ما بيشتغلش شغلانة تقليدية، اللي ما بيشتغلش في مكتب براتب ثابت، لا ما ينطبقش عليا كل الحاجات اللي اتقالت دي، وانا مدير نفسي، بل انا اتوقع، مش انا اللي اتوقع صراحة، يعني الناس عاملة بحثات كتيرة جدا وكل العالم متوقع الموضوع ده، ان المستقبل هيكون للفريلانسرز، الناس اللي ما عندهمش شغل ثابت. فبحكم خبرتي في هذا المجال اللي بقاله دلوقتي 6-7 سنين، عايز اتكلم معاكم عن الحاجات الحلوة فيه، الحاجات الوحشة اللي فيه، ازاي انت تطور من نفسك في مجالك مهما كان هو المجال عامة، في ان انت تكون فريلانسر جيد، وازاي تدخل اساسا جوه العالم ده. واول حاجة لازم تعملها هو انك تكون سموث في الشغل بتاعك. وقبل ما يبدأ الفيديو ندخل في الكلام اللي بجد، عندنا اعلان صغير مهم. تمام، دلوقتي في حاجة عاوز اتكلم معاكم عليها. زمان علشان تتصور كنت محتاج كاميرا، كنت محتاج فيلم، وكنت محتاج فلاش. دلوقتي ممكن تعمل كل ده بالتليفون. وبرضو زمان لو انت مثلا عاوز تكتب مقالة هتحتاج قلم، هتحتاج الورق، وهتحتاج الكتب في البحث اللي انت هتعمله، وكل ده تقدر تخلصه دلوقتي على الايباد. زمان لو انت عاوز تسافر تلف العالم، تروح مغامرة جديدة، كنت هتحتاج تخطيط لمدة شهور وتخاطر بحياتك. دلوقتي انت تروح تعكس تذكرة الطيران وتسافر عادي جدا، موضوع في منتهى البساطة. زمان انت كنت محتاج ملايين ملايين الدولارات وآلاف آلاف الموظفين عشان تدور البيزنس بتاعك، دلوقتي انت محتاج أودو، موقع واحد تقدر من خلاله تعمل كل شيء ليه دعوة بالبيزنس الخاص بيك، او هيساعدك تبدأ البيزنس اللي انت بتفكر فيه من بداية، ان انت تعمل لك موقع مجاني للبيزنس بتاعك. فجربوه من الرابط اللي موجود في الوصف، وكل الخدمات التانية اللي موجودة على Odoo.com موجودة بأفضل أسعار السوق. بجد في أي مكان تاني انت هتكون بتدفع أكتر من كده عشان تاخد خدمة واحدة، إنما على Odoo بتاخد كل الخدمات بالسعر ده، وممكن تجرب مجانا. الخدمة المفضلة بالنسبة لي بتاعت الانتاجية، حرفيا انت بتقدر تحط كل حاجة موجودة في دماغك وتوصلها مع بعض، وتدخل ناس من الفريق بتاعك جوه الشبكة بتاعتك، فشيء خرافي. جربوا خدمات Odoo وشوفوا ايه اكتر حاجة مناسبة للبزنس الخاص بيك مهما كان صغير او كبير، وشكرا. ليه هي تعتبر المستقبل؟ انا عايزك تفكر كأن انت الشركة الكبيرة. انت دلوقتي شركة، خلينا نقول انت شركة بتعمل ابليكيشنز للموبايل، اوكي تمام، عندك كذا عميل بتدور كذا ابليكيشن، والحاجات اللي انا بقولها دي تنطبق على شركات كتيرة مهما كان المجال بتاعها. انا عايزك انت دلوقتي تفكر بدماغ السي اي او، المدير بتاع الشركة دي. دلوقتي انت عندك موظفين لازم يكونوا موجودين، الناس اللي مسؤولين على المنتجات اللي انت بتبيعها، ولكن في حاجات انت بتحتاجها كل فين وفين. بمعنى انت مثلا محتاج جرافيك ديزاينر، عايز حد يصمم اللوجوهات بتاعت الابليكيشنز والتطبيقات اللي انت بتعملها. بس لو انت قاعد بتاع 6 شهور في الشركة بتاعتك وبتصممش اي حاجة جديدة، ليه تخلي حد شغال عندك جرافيك ديزاينر وما بيعملش اي حاجة طول الفترة اللي فاتت دي، وانت ملزم ان انت كل شهر تدفع له راتب؟ والشخص السي اي او في العالم الرأسمالي اللي احنا عايشين فيه ده، مش هدفه ان هو يعمل منتج كويس، بل في معظم الاوقات بيكون هدفه ان هو يوفر فلوس ويعمل فلوس كتير. فهو ازاي هيوفر فلوس ويعمل فلوس كتير
ان هو يمشي الناس الجرافيك ديزاينرز اللي موجودة عنده ويشغل ناس بالشغلانة. فبدل ما شغل حد عندي لمدة سنة، في الحقيقة هو عمل لي 4 لوجوهات بس، وكل شهر بياخد مني $1,000، فيعني واقف عليا هو في السنة $12,000. لا، انا هجيب واحد يصمم لي لوجو وحاسبه باللوجو. ايوه يا عمي، في اللوجو الواحد هديله $2,000 بس، 4 × 2 $8,000. انا كده وفرت على نفسي $4,000، ومن غير بقى ما اشغل دماغي بتأمين صحي واظبطه مع الاتش ار وخليه يجيب مراته من الصبح مش عارف مين. لا لا لا، كل الكلام ده انا ماليش دعوه بيه، بس انا بشغله بالشغلانه. وده هو اكبر سبب اللي ليه يضمن لك ان شغلانات الفريلانسرز هي هتكون المستقبل، لان بكل بساطه هي بتخدم على هذا النظام الرأسمالي اللي موجود، زائد ان بصراحه هي احسن للشخص اللي بيشتغل فريلانسر، بيكون فيها حريه. هنتكلم على الحريه دي في اخر الفيديو. بالنسبه لي اجمل حاجه في انك تكون فريلانسر، انك تكون شخص مالك شغلك بنفسك، انت مدير نفسك، اجمل حاجه هو السكادجولينج، الجدوله، فاهمني؟ ان انت بتجدول حياتك لشغلك، فما بتخليش حياتك كلها عباره عن شغل، وبرضه ما بتخليش حياتك كلها عباره عن لعب ملوش اي معنى. انت اللي بتعرف توزن نفسك وبتتعرف اكتر على نفسك. وبرضو اجمل حاجة، هي اجمل حاجة، اجمل حاجة ان انت تقدر تغير ده في اي وقت انت عاوز. انا حاولت لسنين كتيرة جدا ان اكون هذا الشخص اللي بيصحى كل يوم من بدري بشكل مش طبيعي، ولكن بيجيلي اوقات في السنة انا ما بحبش اصحى بدري، وبيجيلي اوقات كتير في السنة انا بس بعرف اشتغل بالليل. الابداع ما بيجيش غير بالليل، انا اكون قاعد بمنتج الفيديو الصبح ما مش عارف، اول لما الدنيا تليل الاقي مرة واحدة قاعد بطبخ بشكل مش طبيعي. ايوه انا عندي الافضلية ان انا اعمل الشيء، انا عندي الافضلية ان انا في اول كل اسبوع اعمل جدول للاسبوع ده، اعرف الحاجات اللي هيكون عندي. ممكن يكون اسبوع مليان شغل، فماشي هيكون فيه 6 ايام شغل ويوم راحة، بس برضو في نص اليوم ده انا اعرف اظبط لنفسي الاوقات اللي انا اكون فيها مع عيلتي، الاوقات اللي انا اخرج فيها مع صحابي. ولكن نيجي هنا لواحدة من الحاجات السيئة، ان لو انت مش حازم مع نفسك انت هتودي نفسك في داهية، وهو ده العقد اللي انت لازم تعمله مع نفسك لو انت هتروح في الاتجاه ده من العمل. لو انت مش بجد يبقى انت فعلا هتودي نفسك في داهيه، هتودي نفسك في داهيه وهتودي الناس اللي مسؤولين منك في داهيه. علشان ايوه الموضوع فيه حريه، لا اقول لك هو الموضوع فيه حريه زياده عن اللزوم، بس في ناس، وده شيء عادي، ده شيء طبيعي، كلنا مختلفين. في ناس ما يعرفوش يشتغلوا الا لما يكون فوقهم مدير، في ناس ما يعرفوش يشتغلوا الا لما يكون في حد طالب منهم شيء، بس في ناس ما بيعرفوش يشتغلوا لنفسهم ويعصروا على نفسهم لمنتين ثلاثه علشان يقعدوا ويخلصوا الشغل اللي وراه. فلو انت مش من الناس دول او مش مستعد ان انت تدرب نفسك، يبقى انت هتكون بتضيع نفسك لو انت قررت انك تكون فريلانسر. حاجه تانية من الافضليات في ان انت تكون فريلانسر هو فلوس اكتر. بكل بساطه فلوس اكتر. ليه؟ لان زي ما قلنا انت لما هتشتغل مع الشركات والشركات تشتغل معاك بالشغلانه، الشركات غالبا بتدفع اكتر للشغلانه لان مفيش راتب مستمر. لا انت جاي تخلص لنا الشغلانه دي، فاوكي هندفع لك اللي انت عاوزه. ليه؟ لان في الحقيقه الخدمه اللي انت بتقدمها للشركه دي مش التصميم اللي هم عاوزينه، او مثلا التخطيط اللي هم عاوزينه، او ان انت تدرس حاجه معينه، مهما كان المجال اللي انت فيه، المجال مش مهم، لان الفكره تفضل ان الحاجه اللي انت بتبيعها فعلا للشركه دي هي وقتك. ولما انت تبيع لهم وقتك فهم بيوفروا ايه؟ بيوفروا من وقتهم. والشخص اللي بيكون مسؤول على حاجات كتير في شركه معينه بيكون عاوز يوفر وقت على قد ما يقدر. ليه؟ علشان يخلي باله من كل حاجه بتحصل. فانت لما تيجي وتقول له خلاص شفت الحاجه اللي كانت هتشغلك ب3-4 ساعات، انا هشغل وقت انا بيها، وفرت عليه وقت، هو كده يحبك. كل ما انت تكون شغيل، كل ما الشركات هتكون عاوزاك، كل ما هتعمل فلوس اكتر. والجيج ايكونومي ده هو المصطلح بتاعها، اللي هي الشغلانات بالجيج، بالمره، بالحقوق كده اهو، فاهمني؟ دي على الرايز يا معلم، دي طالعه فوق في العالم بتاعنا، وهيكون موجود منها اكتر قدام. ايه الشيء السلبي اللي يكون جاي قصادها من الناحيه الثانيه؟ لو انت شغلك اي كلام مش هتعمل فلوس، ولو انت مش ملتزم حتى لما تبدا تعمل شغل مش هيجي لك شغل تاني. ليه؟ لان الشغل معظمه بيجي لما انت تعمل شغل مع حد، والحد ده بيوصيك لحد تاني، وبيوصيك لحد تاني، وبيوصيك لحد تاني، لحد لما انت هتوصل في مرحله، لو انت فعلا واخد نفسك بجديه، بعد مرور سنه بيكون عندك
ست سبع عملاء ماكسيمم، دول اللي انت بتشتغل معاهم لفترة طويلة جدا. لو انت ما بتوصلش الحاجة اللي فعلا الشخص ده عاوزها بجودة محترمة مقابل السعر اللي انت بتطلبه، مش هتشتغل ومش هتعمل فلوس. ممكن تنخدع في نفسك، ممكن تنخدع في القدرات بتاعتك وتطلب رقم كبير جدا، واوكي هتاخد الرقم الكبير ده، بس جاس وات في غيرك في السوق بيعمل حاجة احسن منك بسعر اقل، فمفيش حد هيعبرك تاني. من اجمد الحاجات بقى في كونك حر نفسك هو ان عندك القابلية انك تجرب حاجات تانية مختلفة. ممكن انت في المجال بتاعك ايوة كويس فيه، وايوة عرفت تشتغل كام شغلانة في المجال الفريلانس، بس كنت عاوز تجرب حاجة ملهاش دعوة بمجالك خالص، فبتعرف تزبط جدولك وتزبط شغلك وتحوش لك شوية عشان تسيب لنفسك الفرصة ان انت ايه خلينا اجرب الشيء ده ممكن اكون كويس فيه، وتجربه تلاقي نفسك كويس فيه تمام، تجربه تلاقي نفسك مش حلو فيه خالص، خلاص اسحب عليه جرب حاجة تانية، والحاجة التانية دي ممكن تدمجها في الشغل بتاعك، او ممكن حتى هي تكون شغل بتاعك كامل، انت عندك الفرصة دي. فكل الكلام ده جميل وحلو جدا، بس السؤال اللي يفضل ابدأ ازاي؟ مهما كان ايه هو المجال بتاعك، مهما كان ايه هو طبيعة شغلك، مهما كان ايه هي الشهادة او مش الشهادة اللي معاك، الموضوع ما بيفرقش، لازم تبدأ بحاجة قليلة جدا، لازم تبدأ بشيء ضعيف بشكل مش طبيعي، برقم قليل بشكل مش طبيعي، بس اهم حاجة ان انت تحط رجلك وتبدأ تشتغل. وده ما تحط نفسك في دماغ هذا الشخص السي او اللي وراه حاجات كتيرة جدا وعايز يوفر من وقته، ايه الحاجة اللي انت ممكن تقدمها له توفر من وقته بيها. والسي او على فكرة مش بس بيتحط جوه الخانة بتاعت المدير الشركة فعلا، لا لا لا، انت ممكن يكون السي او بالنسبة لك في الحالة دي هو راجل البيت اللي عنده أربع عيال ومراته بتشتغل، فعاوز حد يجي يخلي باله من العيال، فأنت تقترح إن إيه أنا ممكن أكون بيبي سيتر أهو أوفر لك شوية وقت. هاي وادي فرصة عمل فريلانسر طلعت من ولا حاجة، لو أنت عندك الوقت الزايد وهو عاوز وقت اديله من وقتك. وأول لما أنت تحط في دماغك التفكير ده تفهم إن فعلا الحاجة اللي أنت بتبيعها هي وقتك، والحاجة اللي انت بتوفرها على الشخص التاني وقت. اي سكيل موجودة عندك سواء ليها دعوة بتعليمك او بمجالك او مهما كانت ايه هي، دور على الشخص اللي فعلا محتاجها وقدمها. لازم تحط في دماغك ان لازم هتبدأ ضعيف، ولازم تحط في دماغك برضو ان انت ما ينفعش تفضل ثابت في المكان بتاعك، لو فضلت ثابت مش هتعمل فلوس، لا لازم واحدة واحدة تبدأ تتطور. ايه روح شوف الفيديو ده عشان تفهمه اكتر.